تطورات كثيرة ومتلاحقة حقيقة. سأبدأ من آخر ما كنا نتحدث معه مع نضال قبل قليل، وهو ما نقل على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اللي قال في جلسة لتقييم الوضع في مقر القيادة العامة الإسرائيلية أنه يجب ممارسة أو مواصلة ممارسة الضغوط على حزب الله وتسديد ضربات إضافية ومستمرة للعدو حسب تعبيره دون تسهيلات ودون السماح له بفترة تنفس. بما يشي هذا وكيف يمكن أن نفهم ونفهم تطبيقاته على ما يجري ويدور في المعارك حاليا في مختلف المحاور داخل لبنان؟ مساء الخير لك المشاهدين. واضح في إسرائيل يستخدموا المصطلح، يقولون حزب الله لن يأتي على ركبتيه، حزب الله في أضعف نقطة له، وبالتالي يجب مواصلة ضربات له على كل المستويات أو تجريده من كامل قدراته. الاغتيالات تستمر على المستوى، يقولون تخلصوا كما قال يوف غالانت منذ يومين، تم التخلص من الصف القيادي الأول وحتى الثاني وحتى الثالث، ستكون هناك اغتيالات لمن تبقى من القيادة العسكرية أو الأمنية لحزب الله، سيكون هناك مزيد من الاستهداف أهداف لمكامن قوة حزب الله، مخازن أسلحته أو مقرات ذات الطابع الأمني والعسكري أو حتى اللوجستي، سواء في الضاحية أو في البقاع أو في الجنوب. سيكون هناك استهداف أيضا لمن تتهمهم إسرائيل بالتعاون أو بالتنسيق مع حزب الله في تنفيذ عمليات سواء في لبنان أو في فلسطين المحتلة، كما رأينا مع استهداف المسؤولين العسكريين للجبهة الشعبية في الكولا منذ أيام، وكما رأينا أمس أو صباح اليوم. ويبدو بدا الاستهداف لافت لانه تم اغتيال احد قاده حماس العسكريين في طرابلس في الشمال، بينما تم اغتيال المسؤول الاخر في بدناي في البقاع. اذا الضغط العسكري يتعلق انه سيكون هناك حصار خانق، مع الحصار الخانق منع ادخال حتى طلقه واحده او رصاصه واحده الى حزب الله سواء من البر او البحر الجو كان لافت، وهذا لم يتم الاعلان عنه في لبنان، انه امس تم منع طائرة. يبدو أنه كأحد ما استغل زيارة وزير الخارجية الإيراني حاول إرسال طائرة أخرى. إسرائيل تقول أنه منعت هبوط طائرة تحمل أسلحة إلى حزب الله. الحصار البحري كامل، الحصار البري بعد قصف المصنع، لكن قبل قصف المصنع كان هناك قصف لكل المعابر غير الشرعية في الحدود الممتدة. بما أنك أتيت على ذكر هذه النقطة وفيما يتعلق بتمرير الأسلحة أو تهريبها، لفت أنه مع رفض نزول الطائرات وربما حتى الحديث أنه طائرة وزير الخارجية نفسها كان عليها الكثير من الجدل، والبعض تحدث عن ضمانات معينة واتصالات معينة، اليوم إسرائيل تعلن أنها سترسل طائرة مساعدات لكن من خلال سوريا. كانت مساعدات كانت غير مساعدات هذا شيء، لكن هل تسمح إسرائيل بذلك برأيك؟ يعني بإمكان وزير الخارجية أن يذهب ويهتف شيئا حتى على طريقته، حتى لو بالعبارة الدبلوماسية المنمقة في المؤتمر الصحفي، لكن لن يستطيع إدخال ولا قطعة سلاح واحدة. ربما توافق إسرائيل، أعتقد أنها سترفض، لكن إذا وافقت سيكون ذلك من خلال منظمة أممية مرموقة أو منظمة إنسانية مرموقة، بمعنى أنه يتم إيصال المساعدات إلى جهة إنسانية تتولى إيصالها. لكن حتى في موضوع المساعدات أيضا يتم استخدام الميجافون أو التضخيم، كما قلت في لقاء سابق يعني أمس مع طائرة وزير الخارجية الإيراني، حضرت طائرة ووصلت طائرة مساعدات تحمل على متن 10 طن، بعدها بقليل وصلت طائرة إماراتية أولى ضمن الجيش الجوي لمساعدة لبنان كان عليها 40 طن، يعني خلال ساعات أوصلت الإمارات 10 أضعاف مثلا ما وصلت المساعدات الإيرانية. لكن كما قلت أيضا إسرائيل لا تمانع أن يأتي وزير الخارجية الإيراني وأن يستخدم مصطلحات حتى طائفية وأن يذهب إلى سوريا لينسق مع الأسد الغيثي صلة ويقول أنه إيران حاضرة، لكن لن يكون هناك إدخال إلى لقطعة سلاح واحدة كما تقول إسرائيل. وفي موضوع المساعدات يمكن أن توافق إسرائيل، لكن أعتقد أنه من خلال جهة ثانية، من خلال جهة دولية أو منظمة إنسانية يمكن الوثوق بها. هل تسعى برأيك إسرائيل إلى تحقيق هزيمة استراتيجية بحزب الله، أم أنها تنظر للمواجهة ليس فقط حماس حزب الله حاليا، الصورة الأكبر وهي المواجهة مع إيران ودخلتها أو أن إسرائيل في هذا الوضع؟ لأنه حتى إسرائيل اليوم الإسرائيلية نقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قبل قليل على أساس أنهم ينظرون وأنهم حاليا في مواجهة مع إيران وكأنهم تجاوزوا مرحلة حزب الله.
هذا سؤال مهم وهو استراتيجي أيضا. في الاستراتيجية الإسرائيلية تعتقد إسرائيل أنه حزب الله هو قاعدة متقدمة للدفاع عن إيران، وهذا غير خفي في الخطاب الإسرائيلي وحتى في الخطاب الإيراني وحتى في خطاب حزب الله، بمعنى أنه إذا أرادت إسرائيل توجيه ضربة ذات طابع استراتيجي إلى إيران فلن تفعل في مع احتفاظ حزب الله بقوته. ومن هنا تحطيم القيادة السياسية لحزب الله، القيادة العسكرية، أنظمة الاتصالات. يعني يجب أن ننتبه أيضا إلى أمر مهم جدا، يعني تذكر حضرتك أكيد قبل الحرب كان يتم الحديث أنه في حرب كبرى مع حزب الله وفي حرب كبيرة سيتم إغراق المدن الإسرائيلية بآلاف الصواريخ كل يوم. وأنا كنت أحذر وأقول أن جزء من هذا هو لتضخيم قدرة حزب الله ولتبرير مسبق لإسرائيل لكي تفعل في لبنان ما نراه الآن. أمس تم إطلاق 222 قذيفة أو صاروخ على إسرائيل، اليوم 110 حتى ساعات بعد الظهر. إسرائيل تسعى من الناحية الاستراتيجية، وهذا أمر مهم جدا توضيحه، تسعى من الناحية الاستراتيجية إلى تجنيد حزب الله من قوته كقوة استراتيجية كذراع إقليمي لإيران. سيكون هناك مقاتلين يقاتلوا بسلاح شخصي بنفس استشهادي، لكن فارق القوة كبير وهذا كما راينا في غزه وكما جاء في تقريركم، لكن قوه حزب الله الكبرى لكي تكون خط دفاع اول، ستره خط دفاع اول عن ايران مع اسلحه تسميها اسرائيل استراتيجيه، سواء لم نرى مسيرات طبعا، لم نرى صواريخ طويله المدى. كان حسن نصر الله يتحدث عن امتلاك حزب الله، او الناطقين باسم حزب الله يتحدثوا عن امتلاك اسلحه مضاده للطيران. قال ذات مره انه اطلق مضادات للطيران على طائرات اسرائيليه، قال ذات مره انه اطلق اسقط درون، وهذا درون اسرائيلي، هذا امر سهل حتى في غزة. قال أنه يمتلك سلاح مضاد للسفن البحرية اللي تقصف الضاحية طوال الأيام الماضية. هذا جزء منه كان من الميجافون وتضخيم القوة، جزء منه كان موجود فعلا ودمرت إسرائيل. الآن الموجود في حزب الله هو مقاومة تقليدية في الجنوب تقاتل بأسلحة فردية، لكن قوة حزب الله من الناحية الاستراتيجية، إسرائيل تنظر إلى حزب الله أنه تحطيم قدرة حزب الله، تجريده من قدراته الكبرى، هو جزء مهم من إطلاق يدها، تصبح حرة أكثر في مواجهة إيران. ولك لاحظت الآن على الطاولة، يعني من كان يتصور أنه منذ أسابيع أو يتم نقاش بعد التخلص من قدرة حزب الله يتم استهداف القدرات النفطية لإيران، المنشآت النفطية، توجيه ضربة قاسمة للاقتصاد الإيراني، وحتى الآن على ما يبدو في هذه الجزئية لم يحسم بعد، لكن حتى الرد الإسرائيلي، يعني لا إسرائيل قدمت ضماناته، يعني حتى الجانب الأمريكي لا يزال يدفع بهذا قصدي الاتجاه. الآن هذا النقاش ما كانش موجود في الفترة الماضية، عندما كان يمتلك حزب الله آلاف الصواريخ وبإمكانه الرد بشكل مؤذي على إسرائيل، كما تقول إسرائيل اليوم أنها ستضرب إيران بشكل مؤثر ومؤذي، هذا ما كان موجود النقاش. الآن طيب هنا فقط، دعني فقط، يعني بما أنك أشرت لهذه المسألة، هل هذا يعني أنه إسرائيل كانت جاهزة لهذه المعركة متفوقة مع ازدياد الفرق من 2006 إلى يومنا هذا، أم أنه حزب الله بالنهاية كان ظاهرة صوتية؟ هذا أيضا سؤال مهم. بصراحة الأمرين، يعني إسرائيل في 2006 كان رئيس الأركان أول رئيس أركان يأتي من سلاح الجو الجنرال دان حلوتس، اللي كانوا بيقولوا عنه أنه حيكون أحد أباطرة إسرائيل على طريق نابليون إيهود باراك أو دان حلوتس. ودان حلوتس كان مشى أيضا على طريق إيهود باراك في إنشاء جيش صغير وذكي، هذا أمر مهم جدا، لم يهتم بما أنه أتى من سلاح الجو بالقدرات البرية. لذلك في 2006 كان هناك استهتار بحزب الله، لم يكن هناك تجميع معلومات كبرى عن حزب الله، لذلك لم يكن هناك استهداف للقيادات. لك أن تتخيل أنه العمل ضد حزب الله بدأ منذ ما بعد 2006، عمل إسرائيلي ممنهج لمعرفة كل شيء عن حزب الله، وعندما تمدد حزب الله أصبح اختراقه أسهل والنيل منه أسهل. ولكن أن تعرف أنه مثلا يوم البيجر أنه لم يعد بسر، ما عاد يوم البيجر بسر. من 10 سنوات إسرائيل أقامت شركات وهمية وتستعد لهذه اللحظة. إسرائيل استعدت لحزب الله بطريقة تكنولوجية بطريقة غربية منذ 2006 وراكمت قدرات كبيرة، بينما حزب الله تصرف على الطريقة العالم ثالثية، جزء مهم منها ظاهرة صوتية، وعندما قام ببناء جيش قام ببناءه على الطريقة العالم ثالثية، ولذلك لم يصمد أمام إسرائيل. وجزء مهم جدا أيضا كان يسميه الشيخ صبح طفيلي أمين عام حزب الله السابق البطر، يعني حزب الله استخدم سلاحه راكم قوة لكي يهيمن بها على السلطة في لبنان، لكي يصادر سلطات الدولة اللبنانية، لكي يساعد نظام بشار الأسد حتى تحت المظلة الروسية أو في أمريكا أو في العراق أو في اليمن، لكن لم يقاتل حرب حقيقية، هزم طبعا أمام المعارضة السورية والثوار السوريين. الشاهد أنه
جزء مهم مما قام به حزب الله كان ظاهرة صوتية، بدليل ما سمعنا اليوم أنه خطط إيواء النازحين جاهزة وموجودة، كل المباني وكل مسؤول بيعرف شو حتصرف عندما تندلع الحرب. اتضح أنه هذا ظاهرة صوتية. كل عديد من الحديث عن مراكمة القوة وبنائها وتصنيع مسيرات، تصنيع صواريخ، تصنيع أسلحة مضادات للطيران، تصنيع أسلحة مضادات للبحر، كل هذا كان جزء من أنه موجود. لكن عندما نتحدث هذا وكان الأمور صوتية حسمت لصالح إسرائيل بشكل أو بآخر، أو أنه حزب الله انتهى، لكن هناك صعوبات وتحديات فيما يتعلق بالعمليات البرية، وحتى قبل قليل تم الإعلان عن إصابة جندي إسرائيلي آخر في العمليات جنوبي لبنان، وحتى داخل إسرائيل هناك تحذير من هذا المستنقع الذي ينتظر الجيش الإسرائيلي. يعني وحتى هذه اللحظة أيضا من غير الواضح مدى تأثير الاغتيالات في صفوف القيادات على الحزب نفسه وعلى مصيره وعلى مآلات هذه الحرب. قياسا ايضا قبل الاجابه على هذا السؤال، قياسا في السؤال السابق، قد جزء مهم من الغارات في سوريا للمعسكرات والمستودعات جزء مهم من مراكمه قوه لحزب الله بايصالها الى لبنان او ايصالها عند الضروره الى لبنان مع قصف المعابر، هذا امر مهم جدا. لكن في موضوع السؤال، هناك شباب في حزب الله يقاتلوا الان بشكل متفرق، تقول اسرائيل ايضا ضمن ما كل ما يقال انهم يقاتلوا مجموعات صغيره في بلدات وقرى، ليس هناك قياده مركزيه، ربما هناك بقايا لقوه الرضوان، لكن مهم جدا ان الشباب يقاتلوا بنفس استشهادي كما حصل في غزة، وهم يملكوا قدرات كبيرة أكبر بكثير من المقاومين اللي أتعبوا إسرائيل في غزة، وهم لم يواجهوا، لم تكن هناك أي توغلات برية في إسرائيل، توغل بحدود من 2014، يعني اللي واجهوا إسرائيل لم تكن عندهم أي خبرات قتالية لا في مواجهة إسرائيل ولا في مواجهة الآخرين، لكن قاتلوا بنفس استشهادي. وأنا كنت أقول دائما للأصدقاء والزملاء، لم أستغرب أن الشباب يقاتل بنفس استشهادي والسماء مكشوفة لإسرائيل، ولم أستغرب عندما قيل أنه اللي قال ولعت الدباب استشهد، واللي كان صاحب البلطو الأنيق استشهد، ولا الحل اللي استشهد، وإمام المسجد اللي استشهد ساجدا، هم يقاتلوا بنفس استشهادي أمام تفوق كامل إسرائيل في النيران وفي الجو. هذا لا يحصل مثله في لبنان بس بشكل أوسع. حزب الله يمتلك أسلحة قدرات مقاومية، وهذا أمر مهم جدا. مقاتل حزب الله يمتلك قدرات أكبر، يمتلك خبرات أكبر، ويقاتلوا كما في غزة بنفس استشهادي، لكن التفوق هائل لإسرائيل خاصة في الجو. عندما تسمع في الأخبار كما يأتي على شاشاتنا أنه يقول حزب الله أنه قصف بالمدفعية أو هناك قصف مدفع أو صاروخي على الحدود، هل أحد يفكر في أنه اللي يقصف صاروخ شو حيصير فيه من الجو؟ يعني صحيح يقاتلوا بنفس الشهادة في مجموعات متفرقة سيزيدوا الأعباء على إسرائيل، لكن حتى وفق ما يقال، أنا لا أحب سياسة عد الجثث، لكن حتى ما يقال في الإعلام الإسرائيلي اللي يتم تلقف أحيانا من المترجمين الجدد أو من الحشد الشعبي الإعلامي الإيراني الناطق بالعربية، إسرائيل تقول أنها قتلت 400 من حزب الله مقابل عشرات من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. هناك مجموعات متفرقة مسلحة بشكل جيد، استعدت جيدا، تملك خبرات كبيرة في القتال، تقاتل بنفس الشهادة، لكن الفارق القوة كبير لصالح إسرائيل. لذلك يتم الحديث عن أسبوعين أو ثلاثة، لأن إسرائيل بدأت من في جنوب لبنان من حيث انتهت في غزة، وليس من حيث بدأت في غزة، بمعنى أن الفرق اللي تقاتل في جنوب لبنان تملك قدرات كبيرة رغم اختلاف البيئة. عن هذه المفارقة والتقارب أيضا ما بين غزة، دائما كان السؤال هو اليوم الذي يلي الحرب، هل نفس السؤال مطروح؟ هل هي ذات التصورات مع إصرار إيران وحزب الله على أنه غزة مربوطة بلبنان ولبنان ما يزال مربوط بنتائج غزة وقف إطلاق النار هناك؟ بالأمس تبعنا خامنئي يعني يدعو إلى المقاومة والاستمرار، وحتى حزب الله يرفض التفاوض تحت النار، وإسرائيل أيضا يبدو وكأنها تجاوزت حتى مطالبها السابقة فيما يتعلق بالقرار 1701 وما إلى ذلك. ما هو المخرج، ما هو التصور لدى كل الأطراف برأيك لليوم ما بعد وقف إطلاق النار إذا ما تحقق؟ يعني أنا أعتقد أنه بشكل منهجي واستراتيجي المعادلة هي واحدة في غزة ولبنان، ممكن اختصارها سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، الوسائل والأساليب والتغطية الشرعية تختلف، يعني هناك القوانين القرارات الدولية 701 1559 لا يجب أن ننساها في لبنان، هناك الحديث عن توافقات وطنية عودة السلطة نهاية الانقسام وقيام حكومة توافقية في غزة، لكن يعني يمكن حضرتك تستغربي أنه النقاش اليوم التالي، انظروا لما يجري في إسرائيل عن نقاش اليوم التالي سواء في لبنان أو في غزة أو حتى نقاش في الساحات الغربية، للأسف في الموضوع الفلسطيني وحتى في اللبناني ليس هناك جد، ليس هناك
هناك نقاش جدي ومفتوح حول اليوم التالي. في إسرائيل، في لبنان بعد القضاء على القيادة العسكرية، بعد تحطيم حزب الله كجيش يستطيع إيذاء إسرائيل بشكل جدي وعودته إلى المربع المقاومة التقليدية والكلاسيكية اللي كان عليها عام 2000. طبعا سحب أمس هوكشتاين الوسيط الأمريكي الإسرائيلي عميد الاحتياط في جيش الاحتلال عاموس هوكشتاين، سحب الوثيقة اللي كان قدمها لحزب الله عن انسحاب إلى 10 كيلومتر، وقال أنه لم تعد ذي صلة. يتم الحديث فعلا عن تنفيذ 1701 بشكل جدي من زيادة عديد الجيش وجود اليونيفيل، لكن إسرائيل لا تعتمد عليهم. إسرائيل ستقول أنها 5 كيلومتر على الأقل ستكون هناك نوع من المنطقة العازلة. كل القدرات التسليحية الموجودة في الجانب اللبناني من الحدود مع فلسطين المحتلة سيتم القضاء عليها، بمعنى أنه منع التفكير او منع احتمال ولو 1% من قيام من تكرار يوم 27 اول اكتوبر وطوفان الاقصى على الحدود اللبنانيه، ثم منع اي اطلاق صواريخ خصوصا القذائف القصيره والمدرعه اللي يمكن بها اصابه سواء مستوطنين او جيش الاحتلال. ثم يتم الحديث عن الجانب السياسي عن تنفيذ 1701 اللي في روحه تملك تجريد حزب الله من سلاحه وعودته الى الساحه السياسيه، رغم انه يفترض ان تكون حساب حزب الله ذهب الى الحرب دون قرار من مؤسسات شرعيه ودون قرار دون نقاش. أدركني، ولكن هناك تطور لافت الآن، يعني أريد تعقيب سريع منك عليه، وربما هذا يأتي مع ما كنا ننطلق فيه من خلال هذه المحال الحوار، أنه ربما الحسم الصراع الأكبر ليس بين إسرائيل وحزب الله، وهل هو بين إسرائيل وإيران. تصريحات للرئيس الإسرائيلي في هذه الأثناء يقول أنه إيران تبقى تهديدا دائما للبلاد، وبأن جراح هجوم 7 أكتوبر لم تلتئم تماما بعد. تعقيب سريع منك أستاذ ماجد. صحيح، في إسرائيل يعتبروا أنه إيران هي التهديد، هي اللي مولت ما تسميه الأذرع المحيطة بإسرائيل، ولابد من قطع الأذرع أولا قبل الذهاب إلى رأس الأفعى كما يقال في إسرائيل. لكن في إسرائيل أنه نقاش جدي أيضا، التهديد الحقيقي ليس إيران، حتى مع مشروع النووي اللي صعب لن تسمح لا إسرائيل ولا أمريكا لإيران بمراكمة قوة نووية حقيقية وعسكرية. في إسرائيل يقال أن التهديد الحقيقي هو القضية الفلسطينية، المشكلة محاولة تصوير مشكلة مع غزة أو حماس أو السنوار ليست صحيحة، وأن التهديد الوجودي هو القضية الفلسطينية، لأنه بعد سنوات ستفقد إسرائيل تفوق الديمغرافي. لكن حتى الآن السائد في إسرائيل صحيح أن المشكلة هي مع إيران، جزء من صف المجتمع الدولي أو الغربي خلفها، بعد القضاء على الأذرع منع حزب الله من التدخل بقوة في حالة قيام حرب إيران بين إسرائيل وإيران، سيطلق أيد إسرائيل أكثر. لكن يتم الحديث أولا عن الاقتصاد الإيراني، عن توجيه ضربات لإيران، عن إضعافها ربما، وبعد هذا سيوضع على الطاولة بشكل جدي تدمير المشروع النووي الإيراني. شكرا جزيلا لك إذن ماجد عزام، محلل خاص لسكاي نيوز عربية، كنت معنا من اسطنبول.